قوي يدفع المريض ثمن كبير من وقت مبكر خالص. تحليل السكر في الدم بسيط خالص، بياخدوا عينة وبيعملوا حاجة اسمها التحليل الفوتومتري، عينة الدم لازم يحطوها في السنترفيوج ولكن مسألة ساعة زمان ممكن يقدر يعرف بالظبط كام ميلي جرام في الدم، ومعدلات السكر زي ما احنا عارفين معدلات ثابتة بالنسبة للجسم السليم، يبقى حوالي 100 ميلي. بيقدر يعرف، ممكن نعرف بالظبط بالملي، وأيضا ممكن نعرف بالورق الملون، نكشف على البول بالورق الملون. في المراحل الأولى لمرض السكر يكفي إن المريض يعني يستبعد النشويات والعيش والمكرونة والدهنيات والشرب والحاجات دي والسكريات والجاتو، ويكتفي بشريحة اللحم. أحيانا ما بيكفيش فيحتاج الأمر القرص منشط للبنكرياس، وأحيانا أيضا ما بيكفيش القرص، يبقى في الساعة دي هيلزم تصحيح بحقنة إنسولين تحت الجلد. تشخيص البنكرياس بالأشعة فوق الصوتية أو الألتراسونيك من ضمن الحاجات اللي استجدت في الفحوص الطبية، وخاصة إن الفحص بالأشعة فوق الصوتية لا يضر وليس له مضاعفات ولا هو مؤلم ولا أي حاجة. فمجرد يحط معجون كده على البطن على الجلد، وبعدين دي الدماغ بتاعة الجهاز بيحصل فيها الذبذبة، يحطها على فيطلع الأمواج، أمواج الفوق صوتية، وممكن أكن الموجة بتحسس على الأحشاء، وبنعرف منها على طول حالة الأحشاء كلها، وبناخد صورة مفصلة عن ما داخل بطن البني آدم. هم بنشوف الكبد على الشمال اهو، الحاجة اللي على الشمال ده فص كبد، والفص التاني فوق اهو. البنكرياس ده زي الواو فوق، حاجة زي الواو هيشاور عليها هقول لك اهو ده. لا استنى، ايوه ده اللي زي الواو المقلوبة دي، هو ده البنكرياس. زمان كانوا بيعملوا حكاية القسطرة، تخش في المعدة تاخد عينة من المعدة، وبعدين يروح فرع تاني مخصوص يخش للاثنى عشر وياخد عينة من الاثنى عشر. عشان الافرازات، قال شوفوا بقى ده الاثنى عشر. البنكرياس بيصب قناته اللي فيها العصائر بتصب في الاثنى عشر. وبالطريقة دي كان يعرف، يقدر يعرف الحالة بتاع إفراز العصير المعدي شكلها ايه، وحالة البنكرياس والعصائر اللي بتطلع منه شكلها ايه. ودي عملية بسيطة، مش مشكلة يعني. يدخلها اهي، شوف القسطرة داخلة ازاي، بيصور بالأشعة قدامه جهاز تلفزيون عشان ايه، يشوف القسطرة على الجهاز. يعني يبقاش حاجة عمياني، وجهاز التلفزيون اللي قدامي ده، اللي قدامه ده بيشوف فيه القسطرة فين، وصلت لغاية فين. اهي القسطرة اهي وصلت دلوقتي لغاية الاثنى عشر.
هي دلوقتي في الاثنى عشر، فيشدوا منها عينة يطلع عصارة البنكرياس. العينة الأولانية من المعدة، والعينة الصفرة دي من الاثنى عشر. صفرة عشان الاثنى عشر بتصب فيه المرارة كمان، الأنابيب الصفراوية بتصب في المرارة، بتصب في الاثنى عشر، والبنكرياس بيصب في الاثنى عشر. العصارة اللي في الاثنى عشر دايما نلاقيها هي العصارة الغامقة اللي هنشوفها دلوقتي في الإزازة. ايوه الازازه دي، اهي العصاره دي هي المراره والسائل الصفراوي زائد افرازات البنكرياس. ونقدر نعرف بالظبط نسب الخمائر الموجوده في عصاره البنكرياس قد ايه، اقل او اكتر من النسب الطبيعيه، ونشخص بالظبط. دي العصارات الهضمية مش الانسولين، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الجانب الايه، العصارات الهضمية اللي بتطلع من البنكرياس. اللي جد دلوقتي في العلم هو الجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، اللي هو جهاز الاشعة المقطعية بالكمبيوتر. الاشعة دي ممكن تعمل مقاطع في الجسم كله وتورينا كل تفصيلة، وممكن نشوف بها ورم صغير لا يزيد عن مليمتر. شوفوا هنا حتى ان المقاطع لغاية ما نوصل للبليم بتاع البنكرياس، فنشوف البنكرياس. هنا اللي فوق ده هو البنكرياس المستعرض ده. ده مقطع في البطن كلها بكل محتوياتها، سواء كان طحال على كبد على امعاء على احشاء. شوف بقى الازرق ده هو اللي بتشاور عليه، ده هو البنكرياس اهو، ده الحرف واو ده، العضو المستعرض ده في الصورة هو ده البنكرياس، له دماغ وديل. وممكن اذا كان في البنكرياس ورم او حاجة او يبان على طول، اذا في ضمور يبان ايضا. دلوقتي استجد حكاية المنظار، ده اللي احنا شايفينه ده عبارة عن شعر زجاجي رفيع جدا بيمشي فيه الضوء، و بيبقى عندنا حاجة زي الكابل الظريف الصغير ده بيخش جوه. شوف المنظار داخل فين، يخش في المعدة ويوصل لغاية الايه الاثنى عشرة، ويصور بقى المرة دي هيصور. ومش بس كده، هنبص بعينينا، هنشوف بالعين. يعني هي ميزة المنظار انك رؤية بالعين لجميع الاعضاء الداخلية. شوف هنرش ايه كمان، هنرش على مادة ملونة صبغة مخصوصة على مدخل قناة البنكرياس عشان نصور ونشوف اذا كان في انسداد او ضيق او الى اخره. شوفوا بندخل المنظار ازاي، قلنا المنظار جواه شعر زجاجي رقيق جدا بيحمل الضوء، شايل الضوء وحينور. شوف ينور البطن، احنا داخلين دلوقتي البلعوم، هنوصل ايه للايه دلوقتي، احنا فين في المعدة، اهي المعدة دي يعني المعدة. هنتفرج دلوقتي على البواب بتاع المعدة. شوف في نفس الوقت بنعمل صورة بالاشعة، يعني نبص بالعين المجردة وأيضا بنعمل صور بالأشعة. شوفوا ماشي ازاي المنظار. شوفوا بقى الفتحة دي، فتحة البواب بتاعة الايه بتاع المعدة. شوف بتقفل وتفتح ازاي، دي البواب الموصل ما بين شوف البواب ده الموصل ما بين المعدة وبين الاثنى عشر، يفتح ويقفل. شوف مستني لما يفتح، شوف مستني، شوف اول ما يفتح فتحة البواب بيدخل الايه المنظار ويدخله في الاثنى عشر ويصور كل الصور اللي عندكم دي، هتبين تفاصيل دقيقة
صور بالأشعة بتوري بالتفصيل، بالإضافة طبعا إلى أن الدكتور الأول مرة بيشوف بعينه، بيشوف غشاء المعدة، بيشوف الاثنى عشر، بيشوف بعينه. اندوسكوبي دلوقتي بقى فرع مهم قوي في الطب، اللي المناظير، المستشفيات الكبيرة دلوقتي بيبقى فيها قسم اسمه المناظير اندوسكوبي. والمناظير بتستعمل مش بس في المعدة والاثنى عشر، ده بتخش كل أنواع الفجوات. يعني المناظير ممكن تخش القصبة الهوائية وتوصل للشعب وتصور، وممكن أيضا تخش في القناة البولية.